وهلا مشاهدينا اكيد وفاتن نحن كلياتنا هلا بدنا ناطرين نعرف شو مخبالنا الفلك بهيدا النهار، وخاصه نحن عم نعيش باخر ايام السنه، فكلنا عنا هيك فضول لحتى نعرف شو رح تكون سنتنا او شو رح تكون وعنا امل بالسنه الجايه اخبار اخبار الابراج بهيدي الفتره. لهيك رح نكون هلا مع فقره الابراج بعد الفاصل. ولا نعرف أكثر حظوظنا، صار معنا عبر الهاتف السيدة وفاء حبيب لتخبرنا أكثر عن أبراجنا. يسعد صباحك ست وفاء. أهلين، الله يسعد لي صباحك مها وصباحك فاتن. يسعد صباحك. الله يخليكم، يسعد لي صباح كل كادر قناة أغريت، صباح كل اللي عم يتابعونا على قناة أغريت. يا هلا يسعد صباحك. أهلا. اكيد يعني نحن هلا باخر ايام 2020، فكتير نحن عندنا فضول لحتى نعرف هيدي الايام شو مخبايت لنا، ورح نبدا بالابراج برج برج لحتى نعرف شو اخبارهم، ونبلش مع برج الحمل بنقول لهم يسعد صباحكم وشو بتخبريهم لهيدا النهار. طبعا اول شيء قبل ما ابدا ببرج الحمل مها وفاتن، انه كيف هلا هي كل انسان بيتغير، بتتغير سنته من عيد ميلاده تمام، ولكن كيف هي رح تكون، كيف هي راس السنة مع كل برج إن شاء الله بنحكيها الأحد القادم. أما ليش في تغييرات عند الأبراج بهاي الفترة؟ ليش؟ لأنه انتقل زحل والمشتري لبرجكم مها، برج الدلو. إيه لبرج الدلو، فهيدا الشيء بيعمل يعمل تغييرات على جميع الأبراج. تغييرات إن شاء الله تكون إيجابية هيدي التغييرات، بس ان شاء الله طبعا ايجابيه على على ابراج، وما انا كثير سلبيه لا بشكل عام. سنه 2021 ان شاء الله ما انا سلبيه، بس اللي رح ياخذوا اكثر شيء حظوظ هن مواليد الابراج الهوائيه. حلو، خلص معناها سنتنا هلا، فمعناها خلينا نبلش فاذا مع برج الحمل بنعرف شو اخباره. صباح الخير لكل مواليد برج الحمل. طبعا اليوم القمر ببرج الحمل وباقي لبكره الساعه 2 ظهرا، فالأجواء رح تكون نارية وبامتياز. نتابع الحظ مع مواليد برج الجوزاء، مع مواليد برج الحوت، برج الدلو أيضا، والأبراج النارية اللي هن الأكثر حظا. وصباح الخير لكل مواليد برج الحمل. يومك يا مولود برج الحمل واعد جدا جدا، بتحلق بالقمة، متألق، جاذبيتك بأوجة، كل بداياتك تسير على خير ما يرام، أمورك ممتازة. ايضا عندهم بعض مواليد برج الحمل من اليوم لمده 4 ايام او 5 ايام عندهم قبض اموال، تصرفوهم بالهنا ان شاء الله، دائما تكون ايامهم حلوه. اما مواليد برج الثور شو مخبالهم الفلك؟ ومن لهم يسعد صباحكم. صباح الخير لكل مواليد برج الثور. طبعا اليوم روتيني، انا بوصي انه يكون روتيني، يعني لا تبدا بجديد مصيري لانه ما بينجح اليوم ولا بكره الساعة 2، ما تعمل شيء يعني بيأسس مثلا لسنوات او لسنة، لا خليك عادي، عيش عادي، روح على شغلك، فقد اغراضك قبل الخروج من المنزل، انتبه ما تضيع شيء، ما تنسى شيء. بعض مواليد برج الثور بتتأجل اعمالهم او بتتأجل مشاويرهم او بتتأخر سفراتهم او بينسوا شيء، بيضيعوا شيء لانه اليوم فارغ من الحظوظ والطاقة. نصيحتي له لا تفقد ثقتك بنفسك، في لانه عندك مراوحه بالمكان، ما تيأس، قد يشعروا بعد مواليد برج الثور بالوهن، بالحزن، بالتعب، فطولوا بالكم، بكره الظهر بتنطلقوا، اليوم فارغ من الحظوظ والطاقه. يلا هو يوم وبمر لمواليد برج الثور، وهلا مواليد برج الجوزاء كلهم ناطرين يعرفوا شو اخبارهم. قلتي انه الحظ مرافقهم اليوم، فان شاء الله يا رب يضل مرافقهم على طول. شو بنقول لهم يسعد صباحكم وشو بتخبريهم؟ صباح الخير لفاتن وصباح الخير لكل مواليد برج الجوزاء. طبعا اليوم كثير حلو، عنده زيارات مهمة وقد تكون مفاجئة، بيستقبل ناس مثلا من محيطه أو من الخارج، أيضا أمور تنقلاته له لمولود برج الجوزاء ممتازة، سفره، إذا عنده واجبات اجتماعية بيقوم فيها. طبعا الاقتران ب 21/12 كان كثير متعب لمولود مواليد برج الجوزاء، ولكن لا انا بقول لكم صرتوا على بر الامان، اموركم ممتازه، يعني في احد الاشخاص راح يساعده ويقلب له مشى حياته نحو الافضل لمولود برج الجوزاء. اذا عنده واجبات اجتماعيه مثلا
زيارة مريض أو أفراح أو دعوات، مع أنه هلأ شوي هيك الأمور جامدة بالنسبة للحياة الاجتماعية، ولكن يقوم فيها بيكون النجم أينما تواجد. وحاول يا مولود برج الجوزاء كل أشغالك وأعمالك تخلصها من اليوم لبكرة الظهر، لأنه رح تتغير المعطيات إن شاء الله. لكن بنحاول نستغل اليوم مها ونخلص كل أمورنا، ونقول لهم صباح الخير لمواليد برج السرطان، شو مخبالهم الفلك لليوم؟ صباح الخير لكل مواليد برج السرطان. طبعا اليوم هو مراقب ومنظور بكل تحركاته وخطواته وتصرفاته بأي موقع كان فيه أينما تواجد، لأنه القمر عم يرافقه من أعلى نقطة، فإذا غلط بيهتز على مملكته. المطلوب منه أنه يكون كتير نظامي ودقيق. في بعض مواليد برج السرطان عندهم مثلا ترقية من نوع ما، مركز بالعمل، مسؤولية تلقى على عاتقهم، فعندهم وناس عندهم شهرة عالية جدا، والبعض الآخر عنده تشهير وفضائح. ديروا بالكم ما تعملوا غلط، الأخطاء بتدفعوا ثمنها غالي، لأنه غلطكم بهاليوم بيكبر، كل أموركم تحت المجهر والعيون مفتحة عليكم، فالحذر كثير واجب يا مواليد برج السرطان. الخطأ ممنوع والحذر واجب، وكل ما يتعلق بأمور مركزكم وسمعتكم اليوم بقمة الأولويات. تمام، بدنا نصبح على كل مواليد برج الأسد ونعرف أخبارهم من حضرتك، تفضلي. الله يزيد فضلك. صباح الخير لكل مواليد برج الأسد. اليوم كتير حلو لمولود برج الأسد، الأجواء نارية بامتياز، وكتير عم تدعموا لمولود برج الأسد بكل أموره عموما، وخصوصا بأمور السفر. إذا كان حابب يسافر أو يتنقل فالسفر جدا ميسر، إذا كان عنده أوراق تواقع يعني لأوراق تتوقع اليوم، وعنده أوراق ثبوتية مثلا بيعمل شهادة تخرج أو بيحصل مثلا على رخصة سياقة مثلا أو شيء، كل هالأمور هاي ممتازة معه. أيضا مولود برج الأسد اليوم كثير بدلع أحبائه وبغني أحبائه وبحاكيهم كلام حلو، فيومه ممتاز للسفر للأوراق الرومانسية، رائع جدا اليوم لألك يا مولود برج الأسد. إن شاء الله دائما يعني أيام حلوة. ومواليد برج العذراء شو مخبرهم لهيدا اليوم؟ نقول لهم يسعد صباحكم. صباح الخير لكل مواليد برج العذراء. اليوم عنده اتصالات مصرفية، أمور مالية بحلها، أو أيضا عنده أوراق رسمية أو قضية قانونية أو بيوقع أوراق قانونية ثبوتية، وعنده زيارة طبيب، فحوصات تحاليل، صور شعاعية له أو لأحد أفراد عائلة. السلامة للكل. اليوم محتمل يأخذ يحصل على قرض، يحط مال بالمصارف، يسحب مال من المصارف، يقوم بعمليات بيع أو شراء. يعني اليوم المال عند مولود برج العذراء بيحصل عليه من خلال القانون، يعني ما أنه مال مثلا بيشترح حلول مالية بمشكلة، مثلا امرأة عندها مشكلة قانونية من أجل تحصل مثلا على مهرة أو شيء، كل هالأمور هاي رح تكون شغله الشاغل لمولود برج العذراء بهاليوم. حلو، فإذا في مال يعني بالموضوع خلال هيدا النهار. وصلنا لعند مواليد برج الميزان، بدنا نصبح عليهم وتخبرينا شو أخبارهم لهيدا اليوم. صباح الخير لكل مواليد برج الميزان. اليوم يوم المشاكل لمولود برج الميزان بامتياز، بيعمل اليوم الحبة قبة. يعني أنا بقول له اليوم ما حدا يلعب مع مولود برج الميزان، وما حدا هيك يحاول يمزح معه أو يستفزه، لأنه هو مثل يعني عصبي كتير نيراني، رح يكبر المشكلة ويعمل من حبة قبة. نصيحتي لألك ما ترد أي جواب، وردد الله يعطيني الصبر وطولة البال، لأنه عصبيته بتأدي لمشاكل، لزعل، لفض عقود وعروض إما عاطفية أو عملية. هيدا شيء سلبي، لأنه اليوم مناسب للشراكات، للارتباط، الشراكات العملية والعاطفية. مثلا بيستقبل شريكه من سفر، بيعترف بالحب، بيتزوج، بيخطب، بيحب، فهي الأمور أمور الشراكات. بس إذا كان عصبي بيخرب على شراكاته. فقط المطلوب اليوم من مولود برج الميزان هو عدم التعصيب والهدوء، هن اليوم ولا بكره الظهر بعدها بتصحح الامور عندك يا مولود برج الميزان. يعني الرواق بنتمنى لهم يكونوا رايقين خلال هيدا اليوم، بنتمنى لهم يوم رايق ويأجلوا كل امورهم الاجتماعيه لبكره. اما مواليد برج العقرب بنقول لهم يسعد صباحكم، شو مخبالهم الفلك لليوم؟ صباح الخير لكل مواليد برج العقرب. اليوم بيهتم باخواته وشؤون اخواته، واليوم تنهال على مولود برج العقرب أكثر من عدد عمل، وبيجني الأرباح اليوم من عمله. اليوم قد يوقع شراكة عمل أيضا وبتكون ناجحة،
وعنده سعي وركض وشغل وانشغالات طارئة لم تكن بحسبانه وبتخص عمله، بيشتغل كثير من الصبح لآخر الليل، بسافر بينتقل، كل هالأمور هاي. بالنسبة لصحته أيضا، دير لي بالك يا مولود برج العقرب على صحتك، لا ترهق نفسك، خصص وقت للراحة ضمن هاليوم العمل الطويل. وقد يضطر أيضا بعد مواليد برج العقرب للاهتمام بصحة مقربينهم، وراح يكونوا بقمة أولويات العمل والصحة، فدير لي بالك على صحتك، صحة مقربينك، السلامة إلى الكل. أكيد بتمنى السلامة للجميع. وهلأ وصلنا لعند مواليد برج القوس، بدنا نصبح عليهم أيضا وخبرينا شو أخبارهم لهيدا اليوم. صباح الخير لكل مواليد برج القوس اليوم. طبعا الأجواء نارية، فكتير عم تدعموا لمولود برج القوس، وخصوصا فيما يتعلق بأمور أولاده، شؤون أولاده، بيستقبلهم من سفر، بيودهم على سفر، بيهتم بدراستهم، بصحتهم، بيخلق له ابن صغير، اليوم طلبات أولاده عنده أوامر، بيصرف عليهم مصاري زيادة، العزابية أيضا عندهم راحة وطمأنينة بالبيت بالعائلة بكل أمورهم، وإذا عندهم قبض أموال وإذا كانوا قطع استمار جهودهم بكل شيء، مثلا اللي كان عم قدم لمسابقة اليوم بقطف استمار النجاح، اللي كان عم يدرس بتطلع نتيجته إيجابية، اللي ناطر أموال مشتغل عمل مقابض، فاليوم رائع جدا لمواليد برج القوس للأولاد والعائلة وأيضا الأموال والحصول على ما يتمنون إن شاء الله. دائما نتمنى لهم الخير. ومواليد برج الجدي بدنا نقول لهم يسعد صباحكم، شو مخبالهم الفلك لهيدا اليوم؟ صباح الخير لكل مواليد برج الجدي. طبعا هم داخلين بفترة فيها بدايات كتير حلوة وفيها أمور مالية، ولكن اليوم تواجد القمر ببيتهم الرابع اللي هو بعقر دارهم، فعم يحملهم اليوم أعباء وضغوطات شخصية عائلية منزلية قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية. يعني مثال مثلا أنه اليوم ولادة الطفل حلوة ولكن بتلبك، يعني مثلا مرض لأحد أفراد العائلة بلبك ولكن يعني مزعج، أعطال بالبيت، إصلاحات، مثلا مشكلة بشغله، مشكلة ببيت ولا لا يقدر، أو اجتماعات عائلية، إضافة في نطاق الأسرة، سفر لأحد أفراد الأسرة، شراء سيارة، مشاكل ديون إيجار. فيوم كل مولود برج الجدي شخصي عائلي منزلي وبامتياز. حلو. وهلا وصلنا لعند مواليد برج الدلو، اكيد بدنا نعرف اكثر شو اخبارهم، وخاصه بعد التغيرات اللي صارت ودخول الكواكب على هيدا البرج، فبدنا نعرف اكثر شو مخبالنا الفلك لنا نحن مواليد برج الدلو بهيدا اليوم. اكيد ان شاء الله يكون يوم حلو. سعد صباح المواليد برج الدلو. طبعا رح احكي براس السنه بالتفصيل عنه. طبعا أكيد. هو دخول المشتري رح يمنح وحظ له 12 سنه مشاكله. كل شخص حسب، مثلا في ناس انه ناطره شهاده، في ناس بدها تتزوج، في ناس ناطره مال تبيع ارض، مثلا تملك بيت، كل انسان حسب شو كان حلمه بهال 12 سنه وما تحقق بسنه 2021 ان شاء الله رح يتحقق ان شاء الله. ويومه لمولود برج الدلو، طبعا هو داخل ضمن شهر فارغ من الحظوظ والطاقه لانه الشمس ببرج الجدي، فهيدا بيحمله بعض التأخير والمماطلة والتسويف، ولكن اليوم لا كتير حلو، اليوم منجز مناسب للحكي، للطلب، للثقة بالنفس، لسرعة البديهة، للذكاء الخارق، كلمته على رأس لسانه مثل ما بيقولوا بالعامية، ناجح أينما تواجد. اللي بيشتغلوا مثلا عنده مرافعة بقضية قانونية اليوم بيفوز لأنه المحامي عنده قدرة على الإقناع. اللي بيشتغل بالإعلام، بالصحافة، بالتعليم، الطلاب اللي عم يدرسوا بينجحوا، أيضا مناسب للسفر، للاتصالات، للتواصل، للإخوة، الاهتمام بالإخوة، في ناس تهتم مثلا الله لا يقدر بصحة إخواتها، ناس بيخلق لهم أخ صغير، ناس بيستقبلوا أخواتهم من سفر، بيودعوا أخواتهم على سفر، فكل ما يتعلق بأمورك يا مولود برج الدلو بالنجاح فاليوم، والإخوة اليوم حليفك النجاح بكل خطواتك وتحركاتك وكلامك. استغلي اليوم لكان مها بكل تفاصيله وشوفي كل شيء حابة تعملي اعملي. أما آخر أبراجنا مواليد برج الحوت، بدنا نقول لهم يسعد صباحكم، شو مخبالهم الفلك؟ طبعا للدلو تعقيب للدلو، إذا ما قبض بالأيام السابقة عنده قبض أموال كمان. في مال بالموضوع. طمنتيها لمها؟ قبضتي مها بالكاميرا؟ لا هلا لا. إيه بدك تقبضي معناتها عندك. يلا بشارة خير للكل. إن شاء الله. وصباح الخير لكل مواليد برج الحوت اليوم. مناسب لتنزلي يا أيتها المرأة الحوت إلى السوق وتتبضعي، لأنه كثير رح يجيك اليوم مصاري للرجال وطبعا للنساء، يوم مالي وبامتياز. حلو. كل ما يتعلق بأمور المال، في ناس مثلا
عمليات بيع، عمليات شراء، اذا لهم ديون محاده يعني الله مثلا بي بي بيعطيهم مثلا انه يرجع لهم ترجع لهم ديونهم، او اذا بدهم يتدينوا. فكل ما يتعلق اليوم بامور المال وقبض الاموال والمصاريف، في بعض مواليد برج الحوت اليوم بيصرفوا زياده عن اللزوم، فيوم مالي وبامتياز ان شاء الله تصرفون بالهنا يا رب العالمين. ان شاء الله اكيد ان شاء الله نتمنى لهم كل الخير. وهلا وصلنا لمواليد اليوم 23/12، بدنا نعرف اكثر شو هي حظوظهم، بدنا نقول لهم كل عام وانتم بالف خير، ينعاد عليكم بالصحه ان شاء الله، سنه حلوه تكون عليكم. خبرينا اكثر شو هي حظوظهم بهيدي السنه. صباح الخير لكل مواليد 23/12، اطفال المية ينعاد عليكم مع تحقيق الاماني والامنيات. طبعا ليك عامهم الفردي 4 والقمر ببيتهم الرابع، فسنة ضاغطة شوي، ضاغطة قد يكون ضغط إيجابي يعني ما ضروري يكون سلبي. السنة بيكتشفوا ناس على حقيقتهم مما يفقدون توازنهم، بتصير مشاكل ديون أو إيجار، تكثر المسؤوليات عندهم، في مثلا زواج بالمقلب السلبي الله لا يقدر طلاق. عندهم سنة مالية بامتياز، ولكن ديروا بالكم كمان عندهم مال كثير يعني كل السنة، ديروا بالكم على مصرياتكم مشان يعني لانه المال عندكم متحرك، فاحذروا المصاريف الغير هي الغير يعني مثلا الكماليه انه تصرفوا مصرياتكم، لا دققوا كثير على مصاريفكم. هن مواليد برج جدي يعني شوي انه بدققوا على وشاطرين بالحسابات، بيحسبوها منيح. فعندهم ايضا اللي ما انه متزوج زواج بالمقلب الاخر محتمل الله يقدر طلاق مثلا ولاده الطفل، بينتقلوا لبيت جديد بتصير مشكله ايجار محل او بيت، ديون، عطل، سياره بيشتروا، ببلشوا ببناء منزل جديد، بيرمموا بيكملوا. عندهم ايضا في شيء بالعائله اما سلبي او ايجابي مثلا مثل امراض او افراح، كل هالامور هاي شغلوا الشاغل لمولود 23/12. ان شاء الله عام سعيد وعمر مديد مع دوام الصحة والخير وتحقيق الأماني والأمنيات يا رب العالمين. إن شاء الله دائما نتمنى لهم كل خير، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله يومهم يكون حلو بهيدا اليوم وهيدي هدية منا لإلهم. بدنا نشكرك دائما على تواصلك معنا وتزويدنا بهيدي الطاقة الإيجابية من الصبح. ستم علاء، يسعد صباحك. شكرا لألكم، يسعد لي صباحكم. شكرا لك.